ومعنا هاتفيا من لندن السيد محمد جماح الكاتب والباحث السياسي اليمني. مرحبا بك سيد محمد. إذا تزامنا مع معركة الحديدة يعود الحديث عن خطة سلام أممية في اليمن، ما احتمالات قبول ميليشيا الحوثي هذه الخطة في وقت يعني رفضوا الخطط السابقة؟ وفي الواقع لا جديد في هذه الخطة، هي الخطط السابقة يعني هناك يعني بعض التفاصيل ربما، لكن الخطط السابقة اتفقت على رئيس وزراء متوافق عليه، تشكيل حكومة انتقالية، تسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية لدى الحوثيين، نزع السلاح الثقيل من جميع الميليشيات، تشكيل لجنة عسكرية محايدة من أجل القيام بالمهمة. هذه الخطة في جوهرها هي جيدة يعني، لكن هناك معترضون عليها من ناحية، أولا الحوثيون منذ 2004 منذ أن فجروا الحروب الست سابقا مع النظام السابق وحتى هذه اللحظة لم يسلموا ولا كلاشينكوف ولا رصاصة واحدة، كيف يمكن أن يسلموا صواريخ بالستية؟ وبالتالي بالفعل يعني بعد كل هذه السنين سيد محمد من المعارك، هل تعتقد أن مطلب تسليم الميليشيا الحوثي سلاحه واقعيا ممكنا في مع اصرار الميليشيات على المضي بمشروع ايراني خارجي كما يتضح في سياق تصريحاتهم؟ وانا اعتقد انه حتى لو قبلت الحكومه، لو فرضنا ان الحكومه قبلت بهذه الخطه، فان الحوثيين ربما يعلنون قبولهم للمخادعه ومن اجل ان يضيعوا الوقت، لان هذه الخطه جاءت في وقت تقترب فيه قوات الحكومه الشرعيه من مدينه الحديده ومينائها 10 كيلومتر تصل القوات من هذه المدينة، وبالتالي ستعطي هذه الخطة التي ستفشل بكل تأكيد، ستعطي هذه الميليشيات المزيد من الوقت من أجل إعادة ترتيب صفوفها لإعادة تموضعاتها في مدينة الحديدة وحول الحديدة للدفاع عن وجودهم فيها. لكن في المحصلة النهائية الحوثيون لم يستطيعوا الصمود كثيرا، هذه ربما كانت الفرصة الأخيرة بالنسبة للحوثيين، خاصة وأنها يعني ضمنت مشاركتهم السياسية وضمنت أيضا لهم ليكونوا مكونا اجتماعيا فاعلا في المجتمع. لكن المشكلة إذا هذه الجماعة الدينية المتطرفة الطائفة أنها لديها، وربما هذا لا يفهمه الكثير من الموجودين أو من الأشقاء العرب أو المسلمين أو حتى المجتمع الدولي، هذه الجماعة تؤمن بأنها بما يسمى بشرط البطنين، بمعنى أن الذي يحكم لابد أن يكون من سلالة النبي من الحسن أو الحسين، وبالتالي هذه عقيدة بالنسبة لهم. هم يمسكون بالسلاح من أجل يعني يعرفون بأن السلطة لا يضمنها إلا شيئان، الشيء الأول وهو الجانب الديني، ولذلك هم يكرسون في أتباعهم هذه العقيدة، عقيدة أن الإمام أو الرئيس يجب أن يكون من سلالة النبي، والشيء الثاني هو السلاح، لأنهم يعرفون أنهم بدون هذا السلاح ليس لهم وجود سياسي، ليس لهم، وربما سيقبلون على وفق مفهوم التقية. طيب حكومة هادي الآن أعلنت أنها على بعد كيلومترات من مدينة الحديدة، ما الذي ستغيره السيطرة عليها وفق المعادلة السياسية والعسكرية برأيك؟ مدينة الحديدة هي ثالث مدينة من ناحية عدد السكان، وهي كذلك أول مدينة من ناحية الميناء، ميناؤها هو الميناء الأول، 90% من المعونات الإغاثية تأتي إلى البلاد عن طريق هذا الميناء، يستفيد منها الحوثيون للأسف الشديد سواء بيعها في السوق السوداء أو في رف الجبهات والمقاتلين بهذه المواد. وكذلك هذه المدينة كما قال تقرير مجلس أو لجنة الخبراء المكونة من مجلس الأمن الدولي يقول صراحة بأن الحوثيين يحصلون على مليارات الدولارات سنويا من ميناء الحديدة ومن غيره من مصادر الدخل. كذلك لا ننسى أن الصواريخ البالستية تأتي بعضها وكثير من الأسلحة تأتي عن طريق هذا الميناء، التهريب، السوق السوداء، المحروقات، كل ذلك يرفض الحوثيين بمليارات، وبالتالي خسارتهم لهذه المدينة خسارة كبيرة عسكريا بالإضافة إلى الخسارة المعنوية والنفسية، وسوف تشكل إذا ما تحررت وأصبحت في يد القوات الحكومية لابد أنها سوف تشكل دعما سياسيا قويا للمفاوض الحكومي عندما يلتئم الحوار، إذا ما أريد لهذا الحوار أن يلتئم. شكرا جزيلا لك سيد محمد جماح من لندن الكاتب والباحث السياسي اليمني.